احنا عايزين بقى نتكلم كمان انه النهارده دكتور هشام عرفات وزير النقل شهد الساعه الواحده بعد منتصف الليل، بدأ التشغيل التجريبي للجزء الاول من المرحله الرابعه للخط الثالث للمترو بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم باعمال رئيس الهيئه القوميه للانفاق وقيادات هيئه الانفاق. المرحله الجديده كنا اتكلمنا عنها من كذا يوم، المفترض ان هي هتكون اربع محطات جديده تجاه مصر الجديده حتى الالف مسكن، وهتفتتح للجمهور في ديسمبر اللي جاي. كاميرا صباح الورد وكانش ينفع تفوت حاجه زي كده، وكانت موجوده هناك وشهدت التجربه دي ورجعت لنا بالتقرير اللي هنشوفه مع بعض. بحضور عدد من قيادات هيئه مترو الانفاق، شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، واللي بيمتد من محطة هارون وحتى محطة نادي الشمس بمصر الجديدة. الفكرة مش في الكم، هي الفكرة في الـ أو الاستخدام. إنما إحنا بالنسبة لنا إحنا شغالين في 4 بي، وشغالين في الاهم منها اللي هي ناحيه امبابه اللي هو فيز 3 اللي هو المرحله الثالثه للخط الثالث. الاهم من كل ده اللي احنا شغالين فيه اصلاح الانظمه بتاعه الخط الاولاني، يعني اصلاح الانظمه بتاعه الخط الاولاني ده هو ده الصداع الرئيسي بتاعنا، هنتكلم لوحدها في 30 مليار جنيه، فدي تكلفه خياليه. يعني لو حضرتك تتخيل ان احنا كحكومه محتاجين 30 مليار عشان فقط عشان نصلح او نحدث الانظمه اللي عانت بقالها 30 سنه من القدم. خلال الجوله تفقد الوزير غرفه التحكم بالمترو، بالاضافه لقيامه بجوله داخل محطه هارون وهي احدى المحطات الجديده للاطمئنان على اجراءات السلامه. احنا عندنا المرحله الرابعه من الخط الثالث بتنقسم الى ثلاث اجزاء، الجزء الاول اللي هو 4A، والجزء الثاني 4B، والجزء الثالث اللي هو 4C. الجزء الثالث ان شاء الله 4C ده اللي هيوصل للمطار. احنا النهارده في المنطقه الاولى اللي هي 4A، دي موجوده فيها 4 محطات. ان شاء الله في 3 محطات جاهزين للتشغيل اللي هي محطه هارون، محطه الف مسكن، محطه النزهه. احنا النهارده بنبدا اعمال الاختبارات التجريبيه، منقسمين المنطقه دي الى 3 مراحل فرعيه، بحيث احنا النهارده بنبدا في الاختبارات بتاعه المرحله الفرع الاولى منها. احنا دلوقتي المرحله الاولانيه جربنا بس، احنا في المرحله الاولانيه زي ما انتم حضرتوا معانا النهارده، جربنا نمشي القطر بسرعه بطيئه، وجربنا الاشارات والتحكم في القطر هيبقى عامل ازاي، وبعدين بعد كده هنبدا نزود السرعه دي ونتاكد ان الاشارات وان احنا متحكمين في تحكم كامل وعن طريق مركز التحكم بتاعنا. التشغيل التجريبي للمحطات الاربعه هيستمر لمده شهرين، وهيتم افتتاح المشروع ده رسميا امام الركاب نهايه شهر ديسمبر اللي جاي عشان يخدم اكتر من 3 مليون مواطن. محمد جمال، 10 TV.